الثالث عشر من المحرم، دفن الأجساد الطاهرة. بعد أن انتهت واقعة الطف بقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه صلوات الله عليهم، بقيت الأجساد الطاهرة مطروحة لثلاثة أيام على رمضاء كربلاء بلا دفن، تصهرها حرارة الشمس المحرقة. وفي اليوم الثالث عشر من المحرم الحرام، أقبل الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء لدفن الأجساد الطاهرة صلوات الله عليهم. يقول السيد المقرم في كتابه مقتل الإمام الحسين عليه السلام: ولما أقبل الإمام السجاد عليه السلام وجد بني أسد مجتمعين عند القتلى متحيرين لا يدرون ما يصنعون، ولم يهتدوا إلى معرفتهم، وقد فرق القوم بين رؤوسهم وأبدانهم، وربما يسألون من أهلهم وعشيرتهم. فأخبرهم عليه السلام عما جاء إليه من مواراة هذه الأجساد الطاهرة، وأوقفهم على أسمائهم كما عرفهم بالهاشميين من الأصحاب، فارتفع البكاء والعويل وسالة الدموع منهم. ثم مشى الإمام زين العابدين عليه السلام إلى جسد أبيه، اعتنقه وبكى بكاء غاليا، وأتى إلى موضع القبر وأنزله وحده ولم يشاركه بنو أسد فيه. ولما أقره في لحده وضع خده على منحره الشريف قائلا: طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر. ثم مشى إلى جسد عمه العباس عليه السلام ووقع عليه يلثم نحره المقدس، فشق له ضريحا وأنزله وحده كما فعل بأبيه الشهيد. ثم قام بنو أسد بمشاركة الإمام عليه السلام في مواراة الشهداء، وعين لهم موضعين وأمرهم أن يحفروا حفرتين، ووضع في الأولى بني هاشم وفي الثانية الأصحاب. وأما الحر الرياحي فأبعدته عشيرته إلى مرقده المعروف الآن. وبعدما أكمل الإمام عليه السلام دفن الأجساد الطاهرة، عاد إلى الكوفة والتحق بركب السبايا: السلام على الشهيب الخضيب، السلام على الجسم السليب، السلام على الخد التريب.